أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا لم أخرج زكاة مالي لمدة أكثر من 3 سنوات بسبب جهلي، الآن ماذا يجب علي؟ هل أخرجها في كل عام أو أجمعها جميعا؟ تجمعها جميعا وتحسبها وتخرجها في الحال على الفور، ولا تأجلها إلى 3 سنين، يكفي لعبك الأول. والجهل ما يسقط الواجب، ما يسقط الفريضة. الجهل نعم يسقط الإثم لكن ما يسقط الفريضة. لو ما دريت إن في صلوات 5 تسقط عنك، لا تقضيها لازم. فالجهل لا يسقط الفرض، وإنما يسقط الإثم فقط. نعم.